وأضاف الرباش أن هذا العام لا توجد شروط مسبقة لمن ينوون أداء فريضة الحج هذا العام والعودة للوضع الطبيعي كما كان قبل جائحة كورونا. هذا العام يتميز بعودته كما كان قبل كورونا طبيعيا، لا شروط على السن ولا شروط في اللقاحات ولا شروط كما كانت أيام كورونا. أهم رسالة ألا يقوموا بالتسجيل عند الوكالات الغير معتمدة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة، وأن يجتنبوا معاملة التماسرة أو دفع مبالغ غير محددة كما هو في إعلان الوزارة والقطاع بصفحة الوزارة.